وي هذا باش بونس سافا ياك كتشوفوا ليش تسمعوني قد كان لدي مشكلة في الانترنت جيان كي داري اكي دايره كي داري توحشتك اجي اجي لنا بلاتي كنتلاقاوش اصلا وانا كنشوف كنقول فين هي هاد ان في تي ولا دوموندي ما كتلاقيتش هي بلاصه ديال كومونتير كنقول بلا ما نكب غبائي على الناس هنايا يا ربي حشمنا انا غير جربت صدقات صافي الحمد لله يعني ما خليتنيش نبدا جب طلعت ليا بلوكي كنت غنبلوكيك في بلاصه من اجل لا لا بلوكيني حتى المظهر الباتو لا عاد تقدر بزاف كريزه لا 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 ماشي انا اللي غنبلوكيك لي فان اللي غيبلوكيو وفين كي دايره لاباس عليك نعسياني نعس صافي باينه فيك بان نعسيان اصلا غير كنعسيانيس كنفيق انا انا ما كنفتش كنعس ما كنتيش تكوني هكا كون كان يعني سبايق كنت غندير اللايف مع الربعة خمسة ديال العشية واش كلشي داك والله الا توحشك والله الا تا انا و I can't wait باش نشوفك انا زهر باش تشوفيني ياك باش ما تشوفيش باش لا شوفي الناس مساكين شافوك معايا في قربي بغاه شريرة وغيشوفونا في زهر الباتول ما نقولش ليهم ما نحرقش ليهم ليستواغ ورب ولكن جيسبيغ ما تكرهوش جيهان يا ربي ما تكرهوش جيهان حيت على المستوى الشخصي انسانة جدا طيبة ظريفة بزاف 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 ولكن شوفي ما كتحسيش انا وياك دابا مصوابات بزاف ومؤدبات بزاف على كيف كنكونوا صافي بلاش فضايا بلاش فضايع كتجي باش كنطلع مع شي حد من صحابي خاصنا شيماء مابقاوش ديال هكا بلاتي واش اللايف كيطلع فيه اكثر من جوج ما عرفتش سولي واش كيطلع في اللايف اكثر من جوج انا اللايف كيطلع فيه اكثر من جوج محلنا على هاد الغباء غير كنكتشفوا واش كيطلع في اللايف اكثر من جوج الا كان كيطلع في اللايف اكثر من جوج طلعي اجري ما كانش شي بنات شي برانات شي ما داك النهار صيفطات ليا اختي هذيك الكيكه صيفطت ليا المقادير ديالها قلت لها شوفي هذا سؤالنا كاملين دابا في الواتساب اي شنو درتي اختي بديك الكيكه قلت لها انا صيفطت لك دابا ومشيت ليت ودازت شي 4 ايام ولا ما عرفت داك الشيء ويدير ليا كنت جالسه ويدير ليا طن الكيكه ولا كتصيفط واحد الكيكه ديال الشوكولا عندي صيفطت لك ديال الشوكولا واعر انا صوبت واحد الكيك واه على قليب الكيك ديالك شكون كتصاوبي شي كيك زوين انا صوبت واحد الكيك زوين احسن من الكيك ديالك كونيكسيون تي عندك خايره ماشي انا صافي سكتي راه من الصباح وانت عندك الكونيكسيون ثقيله وانا ساكته لا وانا عندي كونيكسيون ثقيله وكنت انت عندك كونيكسيون ثقيله صافي ماشي مشكل كملي شنو كنا كنقولوا اصلا انا ولا عندي الزهايمر كتقولي الكيكه بس براسك ماشي حقيقي هادشي اللي كتقولي الكيكه وانت ما باينه فيك ما دايراش كيكه لا والله حتى صوبت واحد الكيكه واعره ديالاش بالشوكولا زوينه بزاف عندك المقادير اللي بالشوكولا انا على قدي انا ماشي شومي انا على قدي تفكرت هاد الحاجة ما كنتش كاع نجبدها دابا ولكن نجبدها باش تضحكي شناهي قولي بلاش فضايح تفكرت الشوكولا
ولا ديال النافوره ديال لوطيل زهر البيت لا هذيك اصلا لا انا وين انت خاصنا نتفكرها ميمي اوف يا ربي اذا كانت ميمي كتفرج غادي تبكي في الضحك دابا الحمد لله حنا يا غزمي 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 عرف شي حد شنو الاوتيل كنا نازلين فيه في حيت الى عرف شي حد انا اوتيل غادي يعرف عليك ويلي حرام عليك والله حرام عليك نسيت نسيت دابا نسيت هذا الموضوع اجي نهضروا بعقلنا شويه باش ما نقولوش الناس راه ما حاجه يا شو احنا طالعين باش نهضروا بعقلنا قولي الله يشفع تقول سيداتي سيداتي بالنسبه للاغنيه ديال الجينيريك اللي غنات لينا الفنانه سلمى رشيد كيفاش جاتكم اوكي كي جاتكم بعدا كي جاتكم جيهان كي داري في مسلسل سلبات ابو البنات وكي جاكم الجينيريك دابا كي جاكم الجينيريك بعدا جانا زوين احسن جينيريك في العالم خلينا نشكر راسي كملوا كملوا معايا كملوا معايا بصح الجينيريك الجينيريك طلع زوين مساوي الجينيريك طلع زوين والكلمات واعرين واللحن ياك مهدي مزين مهدي مزين وي وكلمات محمد المغربي داروا خدمة زوينة بزاف عرفتي واحد المقطع انا واحد المقطع راه كيخربق لي المشاعر هذاك ديال بويا ما يمكنش وقريت بزاف فيدباك ديال الناس قاسهم داك ديك لابارتي ديال الاغنية الحمد لله الحمد لله اغنية زوينة كدير لك بحال هكا في القديمة ديالك ها هما الناس كيقولوا واعر واعر بزاف انتي بلا نقاش باقا كتاكلي بالليل وما كتغلطيش صافي بعدين منا دابا هادشي غير منا بلا فضايح دابا 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 شنو قولي انا شوفي ما كاينش الحاجه اللي ما كنحملهاش فيك بون اكثر حاجه ما كنحملهاش فيك هي هادي انا كتاكل بالليل وما كتغلاضيش شوفي دابا دابا انا الناس ديالي عارفين عارفين هاد الفضايح ديالي باني كنوض البارح درت واحد ستوري درت واحد الطرف ديال كيكه مع 4 الصباح دونك انا معروفه في هادشي هذا الناس اللي متبعيني الناس اللي ما متبعينيش لي فان ديالك اللي غادي يبقاو يقولوا اويلي هذا الماكله بالليل انا كتاكل بالليل وكتاكل بزاف بالليل وصافي ما كتغلطش وخا نقوصوا عليك شويه بالليل ناكلوا بالليل خلينا نقوصوا عليك خلينا اختي ودابا اصلا كونفينمون دابا قولي لي شي واحد هنا ما كياكلش بالليل في هذا الكونفينمون انت براسك دابا انت اللي كتهضري لا ما كناكلش بالليل سلمى والله ما كناكل بالليل لا 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 بصح بصح ما كناكلش بالليل كاع اوكي معيش الليل كيبدا عندك غير باش نكون واضحين اكزاكت هذا السؤال مطرح معيش كيبدا عندك الليل لا لا شوفي شوفي غنقولك واحد الحاجه غادي نبقى فيك ديال بصح قولي اختي بحكم انني ام لي راضي يعني خصنا شي خصنا شي موسيقى حزينه في هذا السبيت اه والله نخدم هلا انا لالا راه كنفيق مع 7 ديال الصباح مع ولدي اها يوم 7 ديال الصباح وانا فايقه حتى كترشق ليا الناس حتى كترشق ليا الناس كل نهار ورزقو كتنعسي مور 12 كونفينمون دابا كنعس مور 12 مرات قبل مرات مرات من بعد وكتحدد على ما تصحي حتى كتنعسي كنبقى لا 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 والله ما كناكل لا جيهان لا ماشي كنفكر سهيت والله ما كناكل بالليل صافي يلا قولي معاش كتحبسي شنو كديري كديري قلتي هي اخر وجبه انا 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 حاليا حاليا ماكلتي مخربقه ما بقيتش كنعرف الغداء من القوتي من الفطور انا وليت كنسمي الماكله وجبه ما بقيتش كنسمي فطور غدا وليت كنسمي غادي ناكل وجبه دابا فوالا حتى انا حتى انا لا ميم شوز والله والله ما بقيتش كنعرف الفطور من الغدا من العشاء بحال والله يا اختي ما بقيتش كنعرف اثنين من ثلاث من الاربع ولا عندي اليوم شوفي ولا عندي اليوم غدا البارح لا انا كان عندي غوبير ديال 20 ابريل ويوصل 20 ابريل وانا شنو 20 ابريل كنبقى عندي غوبير ديال 20 ابريل كنحسب 20 ابريل 20 ابريل دابا وصل 20 ابريل صافي سالينا الحساب دابا غادي نبقى عايشه انا كان عندي امل في 20 ابريل كان عندك امل انا ما كانش عندي امل الصراحه
شوفي لا 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 لا، الواحد خصو يكون عنده امل صراحه. راك بلاتي انت شحال باش ما خرجتيش من الدار؟ انا بقى شحال باش درتي الحجر الصحي؟ اليوم 34 يوم واقيلا كنحسب انا اليوم 34 ولا 35. لا انا اكثر، انا اكثر تقريبا. وايدي لا 34 وسي ديجا تبارك الله، دابا ما شاء الله غادي نزيدو عليها واحد الشهير ان شاء الله. شوفي اوغوزمون انه جا في رمضان. و اوغوزمون ومالو مالوغوزمون واحد شويه حيت عاوتاني رمضان مور الفطور. بيان سور التراويح وكذا الاجواء ديالو. اكيد اجواء خاصه. شنو كيقولوا؟ كيقولوا شي حاجه بغيتش نقولها غلطه، وقيلا كيقولوا لعله واخا غلطه ماشي مشكل. المهم شي حاجه زعما فهمتي ياك؟ والله ما فهمت. لا ما فهمت. حاولي تفهمي، يعني حاولي تفهمي من التعابير دوجي. زعما زعما شي حاجه خايبه كتوقع باش شي حاجه. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهو خير لكم. الله يعطيك الصحه. بيان سور. واخا انا ما كنتش غادي نقول هذا الشيء، كنت نقول شي حكمه، ولكن هذا الشيء احسن حكمه. بصح بصح والله راه كل حاجه فيها خير. بنادم ما يمكنش يعرف الحاجه مزيانه من لا. سور كو سي بوغ لا بون ريزون. زعما رب كيعرفوا واش كيديروا دوك الناس اللي واخدين القرارات. خصنا دابا حنايا غير نتنفسوا، النفسيه تبقى مزيانه سي لو بلوز امبورطون. بيان سور. حيت راه لازم الواحد يبقى في دارو. اهم حاجه الواحد يبقى في دارو. خاص تبقى في دارك، وخاص تبقى في دارك وانت مونطالمون وبسيشيكمون مزيان، حيت راه اكفس حاجه هي توسوس وتمرض في الدار. تبارك والله حتى اكتشفت ان عطى الله ما يدار في الدار. بحال عطى الله ما يدار في النهار. باش نقول لك من غير ولدي، حيت ولدي راه كياخذ ليا نص النهار ولا اكثر، اكثر من نص النهار. ولدي كياخذ ليا واحد الوقت كبير بصراحه في نهاري. بيان سور تعجبني الكوزينه، تعجبني نطيب، نكتشف كل مره وصفه جديده، هادشي اللي غيخرج عليا من بعد الكونفينمون. كنفكرك بانك ما كتاكليش بالليل. هو ما كنهضرش على الليل دابا، كنهضر على كناكل اون جينيرال صباح ليل بحال بحال. ما طيحينيش في الشبكه غتسناك. انت اللي كتاكلي بالليل وباقي تغلاضي بشي ام. شوفي راه ما كنقولش ما كناكلش نهائيا، غير انا زعما ماشي مدمنه اكل بالليل. عرفت؟ لا انا مدمنه اكل بالليل. فوالا انت عندي نهار في الماكله. لا انا عكسك، انا ما زعما ما غاديش نقدر الا شفت شي حاجه زوينه عجبتني هي اللي نوض ناكل. اما باش غير باش غير يجيني الجوع زعما ونمشي للكوزينه ونبدا ناكل لا. والله يعفو علينا وصافي، عشان حنا الله يسامحو صافي. ملي دابا عرفتي اش كيوقع لينا انا وياك في الهضره؟ كنجمعوا كنساو بحال انا نسيت. والله الا نسيت انني في اللايف. سجمعوا كنعيطوا على الفيديو. ايوا انا يلا شوفي شوفي انا يلا اكتشفت ان اللايف انستغرام تقدري تطلعي في شي حد. تقدري تطلعي شنو؟ تطلعي معاك شي حد. لا انا عارفه كتقدري تطلعي معاك شي حد. لا انا يلا اكتشفت ولكن ما عرفاش ما عرفاش بلي تقدري تطلعي مثلا اكثر من جوج. اسامه رمزي قال لي سلمى غني غني احمل ديك. شنو غني غني؟ اش غير غني اسامه؟ اش بغيتي نغنيو؟ ما درتو ما تهضروش على ماكله الليل الا بغيتو نبقى في اللايف. مهدي اسامه قلت لي مهدي اسامه رمزي بعدا تحيه ليك. تحيه ليك اسامه واخا ما عرفتش. وتحيه للماكله. وتحيه للماكله. عرفتي شوفي اسامه راه ولا طباخ. ابو شنو كيدير؟ السيد راه ولا كيصاوب الدجاج. نعم لا لا انت انا قلت في اللايف لصحابني ما سلمى ولا كيصاوب الدجاج. اوكي اوكي سولي واش يمكن يطلع اكثر من انسان واحد؟ ما عرفتش. انت راه ما عندكش كونيكسيون. واش انت ما عندكش كونيكسيون ولا انا؟ واش انا اللي ما عنديش انا انترنت ولا؟ الو كتسمعيني؟ الو حول ما كنسمع والو. ما عندكش الصوت كتسمعيني؟
ما عرفتش فين نشوفوا أسامة بين مجد جهاز. طلع الطباخ، طلع أسامة. طب ما بقيتش عارفه واش انا اللي عندي مشكل في انترنت. قولوا لي واش كتسمعوني مزيان، حيت ما عرفتش واش الواي فاي ثقيل عندي ولا نتوما تشوفوني مزيان وكتسمعوني مزيان. اوكي أسامة اين انت؟ أسامة صيفط لك انفيتاسيون. ايه مزيان. اوكي الحمد لله. قطعي ورجعي. دابا واش كتسمعوا لي ولا لا؟ دونك جهه اللي عندها مشكل في انترنت ماشي انا. بويا وشحال محتاجه ليك ونحط الراس عليك، شكون غيرك في الدنيا غيرك ربي يخليك، والهنا يحرمني دعاك. غني لينا شنو بغيتي نغني لك؟ لايف راه مقطع. استسمح لوي في ثقيل عندي ما ندير. اوكي هاي رجع الجهان. اسف قلت لك جيهان. شوفي انا ما عنديش ثقه في اللايفات. كتقولي لي اش واقع، كتقولي لي اش واقع، راه انت اللي عندك مشكل في الانترنت. كنتسنطح ما عنديش ثقه في اللايفات. دابا تبلونطا وما عرفتش شنو كان خاصني ندير، بقيت كنخرج وكنخربق. لا حول ولا قوه الا بالله. شنو كنا كنقولوا؟ كنا كنهضروا في شي موضوع شيء. انا نسيت، انا باش تكوني عارفه انا نسيت. ما شاء الله ما شاء الله علينا. والله اختي تنسيت علاش كنا كنهضروا، علاش كنا كنهضروا فكرونا عافاكم. كتهضري على كنتي كتهضري واقيلا على النهار كيفاش كدوز. قلتي يانيس والطياب. الطياب. اكزاكتومون الطياب. كنقرا شي حاجه كان صافي مره بيان شوف انترنت، كندخل مواقع التواصل ديالي مره انترنت. انا بزاف نشوف الجديد. ان شاء الله تزوجي وغتولدي ما تبقاش تقولي هاد الكلمه. ان شاء الله. تولي تفيقي مع السبعه. شوفي كتولي حياتك كامله مبنيه على ان بيبي. هادشي من بعد زعما الزواج، هادشي من بعد الولاده كتولي حياتك كامله. هو اللي غادي يحدد لك معاش غتفيقي ومعاش غتنسي. الله يحفظه لك يا ربي. امين حبيبي يا ربي. واحد الوليد ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظه يا ربي. امين. صافي راه بدا في لي بيتيز. بدا في لي بيتيز ويلي بدا والله العظيم. دوك لي بيتيز ديال شي موا وكاين حلوين. وي حلوين. ما عرفتش واش هما حلوين ولا انا حيت ماما كنشوفهم حلوين. لا داك لاج جينيرالمون كيكون باقي ما دخلش الشيطان، كيكون هذاك البسادات حليل واللي كتفد شويه قوالب. انت بانوا لك في القوالب. والله شويه بحال دابا مثلا باباه مثلا الا بغا يوكلو كياكل ليه انا كيبقى يتبعكك عليا شويه. كيتفشش فهمتي؟ كيتفشش سي سا. وحيت راه زعما عندهم واحد لو دوغري ديال لا كونسيونس كوميم واخا دي بيبي. سلمى تفرجتي في الحلقه الاولى بالمسلسل؟
لا مازال ما نتفرجش، نعاود نتفرج فيها في شي حاجه. كنعس في نونو حقا نسيت نسيت ما بين ما عرفتش رضعتو. شنو كاينه تشاهد ولا ما كاينش في شاهد، ما عرفتش الاعاده بعدا معايش غادي يديروها كيسولوني الناس ما سيغمون غادي تكون في شاهد، سيغمون غادي تكون في شاهد. يا انا باقا جي با انكور تشيكي ما عرفتش، جيسبر تكون في شاهد، ما تكونش في شاهد هذاك ديال اللي خاصك تكوني ابوني كتخلصي شي حاجه. اوكي لا لا جو بونس با لا فهمت. ياك نورمالمون المسلسلات درما كيحطوهم في شاهد عادي نورمال نورمال والله ولا ما عرفتش. إذا شافها شي واحد في شاهد يقولها لنا عافاكم. انا غير سالي غنتفرج جلسة كنقلب في جلسة كنقلب في ديك لاكارت ميموار ديال ديك الكاميرا ولقيت شي لقطات ديال التورناج ديال زهر الباتول. اجنو بون غنكونو كنا على كنا على عفويتنا بزاف اكثر من هذا اللايف. لقيت واحد اللقطة عرفتي شحال ضحكتني. سيمو سيمو كامسكين جالسين ديك ديك توحشتو فراسك هذاك السيد. انا توحشت ليكيب كامله كذب عليك، يلاه بغيت توحشت ليكيب كامله. كان عندنا بزاف ديال كانت امبيونس زوينه في زهر الباتول. انا بكيت في الاخر، انا ما حضرتش الاخر حتى رجعت شبعت بكا في الاخر. فريمون تاثرت تاثرت ديال بصح حيت عشنا ايام زوينه. دابا المشكله ما دوزناش زعما طغناش طويل، ولكن واخا كيك داز بحالي ما عرفتش شحال دوزنا ما لاحظتيناش باغابوغ التورناج ديال قلبي وي. الله مثلا. بصح بصح سي فغي ما لاحظتيناش مع ان قلبي بغا كان مده التورناج. شوفي قلبي بغا كان مده التورناج قل من زهر الباتول قل، ولكن سي با كيس انا جاتني ماشي لا دوغي ما تنساش. عاوتاني في قلبي بغا ما كناش كنتعارفو، ما كنهضرش غير عليا انا وياه، كنهضر على ليكيب كامل ليكيب كاملة. وانا بعدا ما كنتش كنعرفهم، انا كنهضر اون جينيرال، حنا كاملين ما كناش كنتعارفوا فهمتي. فاش كتكون كتعارف مع واحد ليكيب ماشي بحال اول مرة غادي تتعرف عليهم، ما كتكونش نفس الاجواء. كتطلق سي فغي كتطلق اكثر وكتضحك اكثر بعدا في داك زهر الباتو، ولكن طالع داك الشيء زوين زوين طالع زوين شوي ترو فيير. عرفتي والله انا متشوقه بزاف نتفرج حتى انا متشوقه وكنحس انني غنتفرج وهذيك الشخصيه زعما الباتول ما عرفتش بحال ماشي انا. راسيستا سي فغي نورمالمون هادشي اللي خاص يكون، ولكن انا الباتول راه كتشبه عليا شويه في الشخصيه. شكون اللي ساكتين على خمسه؟ مال خمسه قولي انا بعدا ما بغاش نحرق القصه. المهم انا شويه كتشبه ليا كشخصيه في الفيلم. اما انت الشخصيه ديالك بعيده كل البعد على خمسه، ولكن راه زوين انا كيجيني اي بيرسوناج مزيان سوا يكون قريب ليك راه كتعطيه منك من لي تري دو بيرسوناليتي ديالك، بعيد عليك كتدخل فيه وتقلب عليه وتو في تا ريشيرش باش تلقى لك لو بيرسوناج. اي بيرسوناج مزيان كيجيني، اي حاجه تلعب مزيانة زي داك شي حاجة. بصح انا باقا باغا نلعب دور شريرة. قلت لي داك النهار دابا انا في سلامات عرفتي جو غوسوا دي ميساج قبيلة مني ديفيزات الحلقة، جو غوسوا دي ميساج غير كيقولوا لي الناس بعيد على داك الشيء اللي مولفين كنشوفو منك، جيتي دريويشة جيتي حنينة جيتي هادوك انتي دريويشة في الفيلم. اون فيت ان نعطيك شوية ريزومي وي ليستواغ كتهضر على مختار سلامات اللي هو الفنان الكبير سي محمد خويي. طبعا مجله تحيه كبيره اكيد طبعا. وهو بابا ثلاثه ديال البنات، منى هي الفنانه سعديه لاديب، وانا الكبيره الله كان كنحماق عليها انا كنموت عليها عزيزه عليا بزاف زيره هاد القلب عندها هي كنحماقوا عليك وهنا كنبغيو السعديه. وانا بنتهم الكبيره، وعندي اختي متوسطه اللي هي فاطمه زهرة بلدي، واختي الصغيره اللي هي سلمى صلاح الدين. تاهي لعبه زوين لعبين زوين تحيه كبيره حليل تحيه ليهم كاملين الا الجيهان. خليني ساكته دابا خلينا ساكتين راه حنا استسمح. المهم صافي، وبانا غادي يشد هادشي اللي وقع في الحلقه الاولى، بانا غادي يشد لا روتريت وكيرجع اي سا بارل
المجتمع المغربي، واحد الطبقه في المجتمع المغربي، وكيفاش غادي يتعايشوا مع داك التقاعد ديال باهم. باهم كيكون ملهي عليهم في الخدمه حياته كامله، وكيجي منين كيجلس في الدار كيولي كيكتشف بان كل وحده في بناته عندها مشاكل، وكل وحده في بناته عندها واحد العالم ديالها بوحدها. هذه هي اول قصه كتدور في هذه الاحداث. بزاف فيها بزاف ديال التمغربيت، مسلسل كتحسي به فهمتي مغربي. انا كيعجبني داك الشيء مغربي 100%. انا تيعجبوني بزاف الافلام المغربيه 100%. والقصص قصه ما بعيداش على الواقع اللي كيعيش المجتمع المغربي. اكزاكتومون. ملي كتبقاي تفرجي في المختار اللي لاعب سي محمد خلي، كتحسي به باك فهمتي، كتشوفي فيه داك الاب المغربي، كتحسي به باك، كتشوفي سعديه لديب كتحسي بها امك فهمتي، كتحسي بكل بيرسوناج شي حاجه من المجتمع اللي كنشوفه. يا رب ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديال الناس اللي غادي ان شاء الله. بيان سور بيان سور ان شاء الله. بيان سور بيان سور بيان سور ان شاء الله. الله يوفق يا ربي. وانا كنت سعيده بزاف صراحه انني ندير الجينيريك ديال هذه السلسله، ونحن اسعد. شوفي الهضره ديال الصوب، ولكن دابا انا قلت لك اللايف حنا مادبات، وبون راه حنا على حقيقتنا الطبيعيه، راه ماشي بحالك على الواقع، راه حنا ماشي بحالك شخصيا. غير حيت زعما ما دابا انا هذه الجمله كنت واقيلا نقدر نقولها لك سميتي. فرحت منين غنيتي الجينيريك حبيبه، عجبني الحال. سينا شنو كنت غادي نقول لك؟ سميتو زهر الباتون. شكلانجي ياك غادي يديروه حتى هو؟ شكلانجي ان شاء الله. ما عرفتش واش 11 ديال الليل ولا 10 ديال الليل. باش نتفكر شنو قريت في ديك لافيش. 22 45 هي 11 لا ربع. 11 لا ربع ديال الليل. كل اثنين زهر الباتول كيدوز على دوزام. غيبدا يدوز على دوزام منين يبدا رمضان، حيت في ام بي سي حنا بدينا قبل رمضان. شوفوا نقول لكم واحد القضيه قبل ما تتفرجوا في لاسيري، سلمى لعبه زوين بزاف. كنقولها لها ماشي حيت دابا طالعه معاها لايف، كنقولها ديال بصح، سلمى لعبه زوينه، تفرجوا تفهموا علاش كنهضر. لعبه زوين، لعبه زوين، لعبه سمود زوين، تري جوست. حدا وحده كاتبه ما لقيتش زهر الباتول، راه باقي ما نزلش حتى رمضان. زهر الباتول حتى لرمضان ان شاء الله على القناه الثانيه، على الدوزام. وتحيه كبيره للقناه الثانيه ولكل طاقم القناه الثانيه والسلسله اللي نازله اليوم اللي هي سلامات ابو البنات، اللي هي فيها جيهان ومجموعه من النجوم ونخبه من نجوم المغاربه، كتعرض على قناه ام بي سي 5. وبيان سور الحلقه غتلقاوها من بعد في شاهد. مزيان ملي قلت هذه المعلومه. لما زهر الباتول راه من بعد حتى رمضان. حتى رمضان ان شاء الله، كل اثنين في رمضان اتفرجوا ان شاء الله. قصه زوينه زهر الباتول. زهر الباتول كبيرة لمريم الادريسي والمخرج الكبير هشام الشباري على هذا العمل جميل صراحه. وبيان سور النجوم سان بيجو زهر الباتول، كتحس سان بيجو شي حاجه مقاده كم مبروده مزيان محطوطه. اتفرجوا، هو هيستوريك ولكن واحد ستيل زوين في الهيستوريك. انا بدا استمتعت وانا كنصور، استمتعت منين كانت كتعاود ليا القصه، كتحسوا بالهيستوريك، سلسله تاريخيه مغربيه مخدومه متقونه على كاع لي بصح. دونك تسناو هذه التحيه، وتحيه كبيره للنجوم المغاربه اللي كانوا معنا في السلسله، سواء الكبير القامة الفنية الكبيرة أنور الجندي، ولا الفنان أكيد الرائع ربيع القاضي، جيهان كيداري الجميلة جيهان الكيداري، الإيمان الحسنة مني تحشى بزاف، حسنة إيمان تاهي تحشى بزاف، الفنان الرائع راه كتضحكني بزاف على الواقع بعيد على الشاشه، سعيد اي تباجه ولكن ظريف. واش عرفتي شحال ضحكنا في زهر الباتول؟ دابا ملي تتفرجوا في زهر الباتول يبان لكم داكشي دراما وسسبانس، ولكن حنا راه كنا ميتين بالضحك، خصوصا في المشاهد اللي كان كيكون فيها سعيد. سعيد كان خاصنا نكونوا متاثرين وهو كيخرج.
وهو وكطلع حديث عيل كيضحكك وكيتمر هو كيضحكنا هو ما كيضحكش لا هو ما كيضحكش كيطلق لينا حيت هو اللي مضحكك ما يمكنش يضحك كيدير لك بحال هذيك القضيه القاسم اللي كيضحكك شي واحد ودور الاستاذ يحصل لك غير انت كيقولوا صافي غادي اون باتورني قبل ما تلقى الاكسيون كيف كيسولك كيطلق لك كيدير لك الضحكه وكيطلق انت الضحكه وكيبقاو داير بحال هكا كيقولوا اكسيون بقى انت يا دايره اوكي ظريف بزاف لا لا ظريف ظريف بزاف كاع شوفوا شوفوا باش نقول لهم شنو هي ولكن ظريف كنا في الكواليس كنا كنكونوا كنهضروا على شي حد كنمو في شي حد ومثلا مثلا ما هضرناش عليه مزيان وكانت كنسالي وكنتفكروا انا زعما كنقولوا غير بالضحك لا تكون زعما شي كاميرا ولا شي حاجه كنقولوا ولكن ظريف ولكن ظريف زعما فهمتي باش تالا شافني سمح لينا فهمتي ماشي ولكن حنا لي زارتيست عندنا داك العقده ديال الكاميرات فهمتي اي بلاصه كنقولوا لا راه خصها تكون شي كاميرا دونك كتقول شي حاجه وك عندك ولكن ظريف يا ربي ديفيوزاو ويعجب الناس حتى هو يا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يا ربي حنا عاجبنا وخادمينه بكل حب خدوم ماضيك بوك ودعموا داك البروجي بزاف ديالكم ان شاء الله ينال اعجاب الجمهور دابا كان بنات كاش بعدا اقفات نوت كاش وي بزاف بعدا البنات اللي عزيز عليهم الفاشن التقليدي غادي يفرحوا بزاف هادي تمنظر بزاف اللي عندها شي عرس توجد كنشرح لهم سلمى كان عندها واحد لو ستيل وانا كان عندي ستيل واحد اخر انا كنت بلوس شلحه بيربير وسلمى كانت ديك القفات اللي فيهم هذيك لا دوسور وديك انا من قبيله وانت من قبيله هي من قبيله وانا من قبيله صافي وانت كيفاش كيدوز نهارك صافي دابا فوالا غنبقاو حتى غنعاودوا ليستوار كامله عقلتي كنا قلناها شحال هذا قلنا تخيل شي واحد ماشي انا وياك تخيل شي واحد كنا جالسين كاملين حنا والمخرج قلنا تخيل شي واحد يطلع زعما يبغي يدير الترويج للمسلسل ديالو ولا الفيلم ديالو ويصدق معاودكو بل هي الشيء اللي غندير انا وياك دابا بعد اخر معلومات بلي هادي ديال الصلاه نحبسو وقولي لي انت كيفاش كيدوز نهارك في الحاجه الصحي الوغ نهاري كيدوز في النعاس ونعس مرات كان ما عرفتش واش كتوقع عليك واش كتوقع عليكم نتوما اللي كتفرجوا فينا ولا غير انا انسانه هبيره ملي كنوض من النعاس كنحس براسي عيانه وخاصني نرتاح من هذاك النعاس يا سلام وحق الله دابا انا انا كنت بحالك عرفت كتقولي دابا انت مع سميتو مع يعني بصح كتفيقي صافي كتفيقي انا كنفيق كنحس براسي بحالي ما كرهتش نرتاح من النعاس لا لا ماشي غير انت كنظن كلشي بحال هكا كلشي كيفيق وانا زعما جيمري بيان ولكن جي با لو دووا كيعجبني زعما ديك الفيقه ديال الفيق نشد التليفون نقلب لا 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 نشوف لي ميساج الجيميل دونك هادشي كلشي مشى ولكن ربحتي وليد الله يحفظه لك بيان سور ربحت احسن حاجه في هاد الحياه كلها اللي هي ادريس الله يحفظك يا ربي مي سينو نهاري زعما كيدوز بزاف ديال النعاس بزاف ديال الراحه وشويه ديال السيرفين في انترنت شويه ديال القرايه الا بغيت نبو كاين شي لعيبه مره كنوض نخلط شي حاجه في الكوزينه نختار شي تخربيقه وناكل بزاف الماكله الصراحه باش ما نكذبوش بزاف الماكله ماشي شويه وصافي كنتعلم اليوغا مره كنتعلم شي موفمون جديد صافي كنخرج نتمشى مع راسي وهادشي اللي كندير في النهار وكنبقى كنخرج كنتمشى في برا على الجرده اوكي كنخرج لا كنخرج طلعتيني كنتي غتحصلي لا ويلي لا كنتي غتحصلي وياك ما تخرجي خصي فيروس كل يخرج يتشمش دابا تكتب في الورقه سمح لي عافاك راه خارج نتشمش
اسمح لي بك راه واقفه على شميت انا طلعتك صرت واقفه على بلاصه راه جاي شي سد عليك لما قدم قفل نو عرفتي شنو كيبقى عندي واحد الصراع في دماغي هاد الايامات ديال الكونفينمون باغا نكون كندير حوايج زعما بلو بروديكتيف و ان ميم طون واحد الدماغ واحد اخر كيقول لي دابا عندك هاد الوقت ديال الراحه شحال وانت ما كترتاحيش اصلي وارتاحي عاوتاني كنرتاح وكينوض داك الدماغ الاخر كيقول لي دابا عندك هاد الوقت ديال الراحه استغليه ما كيكونش عندك الوقت خاوي بزاف تعلمي شي حاجه وقراي شي حاجه كنبقى بحال هكا عندي واحد جوج الريوس كيبقاو مقاتلين النهار كامل سكينه وحق الله الا ولكن وفي الاخر مع من كتمشي مع مره كيشجعك ولا اللي كينعسك ها صافي فاضي الطون ديال الراحه الصراحه نعاسه حكا نسيت ما قلتيش بانك نعاسه نعاسه ولكن راه ماشي زعما الراحه ما كنقصدش فيها ديما النعاس يعني بزاف ديال الفورم بالراحه قايم اقل شي نهار كنا باغيين نديرو سواري بيجاما وي ما بارتي قال لك ما درنا حتى حاجه كنا كندخلو مهلوكين كنت انا كندير داك البين واق ديالي كندير السحر وكن نجبد كنا كندخلو عياني الصراحه وما في با كاع لي فور شي حاجه كاش كاين كنا كنصوب الصباح بكري وكنسلو ما طلع كنا كل نهار كنقولو غير غنسالي والتورناج غادي نمشيو وغادي نديرو لبسو البيجاما سواري بيجاما ونلبسو نلبسو بيجاما بيان سور سواري بيجاما ونديرو ماسك ونشدو نتفرجو عجبتني نلبسو بيجاما بيان سور حيت سواري بيجاما عجبتني لا بريسيزيون عجبتني تخيلناها فوالا واش عارفين سواري بيجاما نلبسو دي روب حنا راه البنات مسطيات غوب بيجاما وحق الله وما درنا واش ما درنا تا ماسك انا درت انا جبعت ماسكات بعدا في مرزيدات انت ما درتي تا ماسك ما درناش ماسكات مجموعين ياك لا مجموعين لا كنت كندير بيان سور دي ماسك ولكن مجموعين لا لا كنت كنغشكم شويه كنت كن انا كنت كندير والله اذا انا كنت كندير الحمد لله ما طلعت لي حتى شي حبه وراه كنصور هذه اكثر حاجه انا مفرحاني لا سيري كامله اي فور اكور تبقى نايضه لك شي حاجه عرفتي ديك حبه السعاده اللي كتجي فقط في المناسبات والافراح اكيد الله يودي الحمد لله رب العالمين الحمد لله انا كنت ملي كتنوض لك شي حاجه في وجهك في التورناج خاصها تبقى غاكو دابا انا نط لك حبوبه هنايا ورا هذا هو المشكل بزاف الحبوبه دابا انت نط لك حبوبه اليوم وداز صورتي بها واحد 3 ايام غير اسبوع غادي يديروا لك حبوبه بحالها بس تكمل التورناج حيت بقات غاكو غتبقى عايش انت وحبوبتك في داك البلاطو دونك الله ما تكون حتى شي حاجه الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا داكشي زوين وكان واحد الجو الصراحه احسن حاجه هو الجو اللي كان في ورزازات وناس ورزازات ناس زوينين بزاف ولكن كتحل ضعيف ناس دراوش بزاف بزاف وحنان حنان وشوفي المغاربه كاملين حنان ولكن كل مدينه وحنيتها لا والله حنيتها امالك على حنيتها غني لنا داك المقطع ديال اللي كيعجبني ديال الاغنيه الجينيريك بويا وشحال محتاجه لي ونحط الراس عليك انت بويا وانا بنتك تبارك الله بكينا الله يرحم بها الوالدين شكون اللي عجبو هاد المقطع واش غير بوحدي اللي عجبني بزاف هاد المقطع تفرجت لا كاسا دي بابيل كي جاتكم لا كاسا دي بابيل واش انت ما تفرجتيش لا تفرجت واش نعاود ديك النهايه انا تفقست في ديك النهايه ما نعاودوش حيت يقدر يكون شي واحد ما مفرجش صافي ولكن غنقولوا ليه كومين بان احنا تفقسنا في النهايه ما نحرقوا ليه حتى شي حاجه ولكن انا ساليت نتفليكس انا وليت كنتفرج في الرسوم المتحركه انت ساليت نتفليكس سالا ساليت نتفليكس مبروك علينا الحمد لله عرفتي دابا اش وقع ليا انا من معجبين سلسله لا كاسا دي بابيل من عشاق هذه السلسله زعما من هذوك الفئه اللي عاجباهم كنتمنى لو انني ما كنتش تفرجت في الجزء الاول والثاني والثالث باش يلا نبدا نتفرج فيهم باش باقي الوقت الله فراسك وحق الله اللي اكتشفوها في الكونفينمون ولا قرروا يتفرجوا فيها في الكونفينمون هما اللي ربحوا شيماء
وايدي والله ما تفرجاش، ما كانش باغي تفرج. مسخوطه جمعت كل شيء. اه الله، ولكن واخا هكاك راه تقدر تقول بكم واخا ما دوش بها الكونفينمون كامل، حيت انا مثلا لا سيزون الاخرى تفرجتها في نهار. دوك عندك اربعه ديال لي سيزون تقدري تفرجي فيهم في اربع ايام الا كنتي انسانه حمقى بهالي. اه بصح، لا لا لا، هي عندها الخاطر ديال تفرج بجوج حلقات بس وتصبر. صح مانيفيك، ماشي بحالي انا لا بديت شي سيري خصني نسالها وتصبرها. انا ما عنديش انا داكشي ديال تصنى ما تصنى ما كاين. وهاد المشكل ماشي غير فيا، فيا وفي راجلي. ويلي عندكم الحمد لله. والله خاصنا لا بدينا شي سيري كنبداوها مثلا في العشيه ولا هذا، ملي كيسالي هو خدمته كنبداو لا سيري وصير. ما نقدرش، يبانوا لي هكاك لي زيبيزود طالعين وما نكملش، ما يمكنش. كنبقى نقول نزيد حلقه، وكنبقى ندير راسي الخداع زعما، كنبقى نقول بون نزيد هاد الحلقه. انا لا لا لا، انت بعدا شويه عليا. انا راه بعدا هو لافونتاج ديال لا كاسا دي بابيل وداك الشيء، الافلام والمسلسلات اللي كاينين في نتفليكس، هي ان كينزلوا في دقه، ما كيبقاوش يخليوكم تحمس. اه ما كينشروكش سي فري. انا الا كان شي فيلم ولا شي مسلسل كيدوز في شي قناه غنخليه حتى يسالي ويلي. وغادي نتفرج. وتفرجي في سلامات ابو البنات قال لك نخليه حتى يسالي. غادي نشوف الحلقه الاولى غنشوف كيفاش جيتي، وغنخليه حتى يسالي باش نجمع كلشي باش نشوفو كفيل. لا ولكن نقدر صار، لا شوف شوف، نقدر نتفرج نهار على نهار. دابا ما كاين ما يدار. هذاك الشيء بغيت نقول لك، دابا نقدر نتفرج نهار زعما كل نهار. وزهر الباتول تخليه تيسالي وعاد تنزلي عليه. زهر الباتول كل اثنين ماشي كل نهار. غنتفرج تفرجي بحلقه بحلقتها، ما تخليهش تيسالي. على حساب الاستاذ يانيس ووضعه. قولي ليه شوف الله يرضي عليك جلس هنا تفرج. على حسب، خلاني نتفرج يا هذيك. ما خلانيش نتفرج الله غالب. كاينه حتى واحد لا سيري بديتها هي اللي مازال ما كملتش، ديغيغ لي باغو. تفرجتي فيها؟ لا ما شفتش هادشي. شنو هي؟ سيري ديال الحباسه وداكشي. واش ديك في سافي ولا ما عرف سميتها؟ لا ديغيغ لي باغو. شدي شفت هو العنوان، هذا هو العنوان ديالها، هذا هو العنوان نت. شكون تفرج فيها يقول لي واش مزيانه ولا لا، حتى يلا بديتها واش نكملها، حتى فيها اربعه ديال لي سيزون. لي سيزون فيزافي لا، فيزافي لا. واش اسبانيول؟ اسبانيول. اسبانيول تبارك الله، محيي حسيت. تبارك الله، حي حي تبارك الله. فيها هذيك البنت اللي مثلتني في لاكاسا دي بابيل. وهي صاحبتي فيها نيروبي. نيروبي وهي هذيك هي فيزاك. انا ما عمرك تسوليني على العنوان ديال شي حاجه، انا كنتفرج. المهم هذيك اللي فيها الحباسه لابسين صفر، عرفتيها هذيك؟ هي هذيك. لا لا بديتها ما عرفنا واش نكملوها ولا ما نكملوها. كيقولوا واعره، كيقولوا واعره، ما كنقراش شويه ديك الكومونتير، كيقولوا زوينه زوينه. لا لا لا، البديه ديالها زوينه زعما، حنا غادي مزيان. عافاكم الا كنتم متفرجين في شي سيري زوينه ولا شي فيلم زوين انا ما شفتوش، قولوا لنا الله يرحم بالوالدين. تفرجتي بداك الفيلم اللي بكى المغاربه كاملين؟ تفرجت وما بكانيش. تركي ويلي ما بكاكش، ربكت كبكي بحال شي هبيره. شي كلشي بكى. انا بكيت انا الصراحه، انا ما بكيتش. واش انا عديمه الاحساس؟ اقول لي واش انا عديمه الاحساس؟ لا ما يمكنش تكوني عديمه الاحساس وانت عندك هذاك. والله ما بكيت، عاد يجي الاحساس. ما بكيتش، ووصلت لواحد اللقطه وحده ديال فاش غتموت الجده ديالهم. وقلت حشومه ما نبكيش. ويلي ما بكيتش، عيني غدمعات زعما، غادي تكلا معاك بعيني. انتي ما كتبكيش حيت جاتك البكية، كتبكي حيت الحشومه ما تبكيش. انا ما كيبكيونيش الافلام، انا عندي مشكل والله، ما كيبكيوني الافلام. انا كنبكي
انا كان بكي وهذاك هذاك انا عرفتي علاش بكيت؟ هاد الممثل فايت شايفاه في واحد لا سيري سميتها اتشير دي. الا ما لا انا اول مره شفتو. اوكي واه دونك خصك تفرجي في اتشير دي. الناس اللي مفرجين في اتشير دي قولوا لي كيفاش كان جاكم. واحد المسلسل تركي سميتو في الداخل يا انا اتشير ما دي. كنتفرجش بزاف في الافلام التركيه. انا ما كنتفرجش بزاف ولكن هذا هذا الاتراك تمثيل شيماء، زوين، الاتراك شيماء. تمثيل زوين. دونك تكون شايفه شيماء دابا الصوره. هذاك الممثل لعب واحد لعب واحد لو بيرسوناج بشكل كيبان لك السيد فهمتي الي فور فيزيكمون وفي شكل عنده واحد لا بيرسوناليتي في شكل. دوك ملي شفتو في هذيك في هذاك لو بيرسوناج عرفتي كتحس بيه قاس ليا القلب ديالي اشاك فوا كيبكي تلعب زوين، كنبكي معاه اشاك فوا كيبكي تلعب كنبكي زوين تبارك الله، تمثل زوين. هو كبير بزاف كبير ماشي لاعب زوين لاعب لاعب كبير لاعب ثقيل. لا انا ما كنقولش لك ان زعما هذاك الفيلم ما زوينش، زوين بزاف ولكن ما بكانيش زعما، ما اثرش فيا. ويمكن شوف راه يمكن بزاف ديال الناس بكاو غير حيتاش كنت كندخل مثلا انستغرام كلشي ما يمكنش تتفرج في هذا الفيلم وما وما تبكيش. تبكي زعما بكاو غير حيت الناس الاخرين بكاو. لا راه ما عرفتش، راه الواحد كيلعب عاوتاني على النفسيه. شوفي راه الواحد كيلعب على النفسيه بيان سور بيان سور. ديال وعلى الواحد. حسب راه حتى انت جوستمون تاع على حسب ليطا اللي كنتي فيها انت ملي بغيتي تتفرجي. واش كنتي داك المود ديال باغا لا شارج ايموشنيل ولا ما باغاش فهمتي؟ ما بكيتش زوين بما بكيتش صافي. شي اللي بغيت نقول وشكرا. مشكل شي فيلم نقول لك شي فيلم بكاني نفرجها تقولي تفرجتي نورمالمون في هادشي الا ما تفرجتيش خصك تفرجي فيه. راه نقدر نكون مفرجه فيه ولكن المشكل ما كنعقلش على العناوين ديال ديال الافلام واحد الفيلم عجبني شي واحد كاتب عجبني الفيلم ديال سلامة ابو البنات مسلسل. شكرا بزاف محمد مهم. هادشي واحد الفيلم كيهضر على واحد القصه حقيقيه ديال واحد الكلب بقى كيتسنى مولاه مات مولاه كان كيتسناه كل نهار في لاكار ومات مولاه بقى كيتسناه حياته كامله. واو هذا شفتو شتو طلع ليا ولكن ما تفرجتش فيه. وراه واعر هذاك الفيلم واعر عرفتي شحال فيه كتحسي بكيت مي بكيت ديك البكيه ديال كتحسي بواحد الصفاء كنتي بكيتي بحال صفيتي من الداخل زوين زوين بزاف. وسامر انا مشيت تفرج فيه حتى تصيفط ليا حتى تصيفط ليا سميتو غنصيفط لك كنشبعك افلام تفرجوا في سلامات ابو البنات. اسامه راه مزيان والله جيتي قبيله قلت لك فينك ما كنتيش. اسامه واش تفرجتي انت في سلامات ابو البنات ولا غير كتقول الناس تفرجوا في سلامات ابو البنات؟ هادشي ان تري بون فيلم. ها هما الناس كيقولوا لك هادشي ان تري بون فيلم زوين فيلم زوين فيلم زوين بزاف. اوكي الله تنتفرج فيه نسالي اللايف ونمشي نتفرج فيه. واسامه قول لنا واش يمكن يطلعوا ثلاثه ديال الناس في اللايف ولا اي واحد يقول لنا عرفتي الا كانوا ممكن يطلعوا ثلاثه الناس في اللايف نبان هو اي ام. قال لك احسن مسلسل في العالم هو اي ام. هو اي ام ما عرفتوش هو اي ام طلع ليا ما عرفتش واش تفرجت فيه ولا لا ما عرفتوش صراحه ما عرفتوش. انا جو سو بلوس فيلم في التفراج كو دي سيري نورمال. لا قال لك احسن فيلم قال فيلم هذا. داك مزيان كنبغيك شكرا بزاف غيتا. والحب داير الحب في لي كومونتير هادشي كيفرح. ما جي ريغاردي لو بروميي ابيزود جي بلوري. شكون قريتي شي كومونتير؟ هذا شي كومونتير اسامه رمزي قال لك تفرجت وبكيت شويه. يا البكاي اسامه بكاي حنين سوي اسامه واش بكى على الشكاره تا هو؟ اش من شكاره؟ شكرا هو اللي داير على الفيلم هذاك التركي يا صاحبتي اللي قلت لك اللي قلتي ما بكيتش. شكرا الحمراء كدا ضحكوني عرفتي قريت شفت شي مقاطع دايرين في دي باج ديال واش كرا واش كتبكيو على واش كرا واش كرا مع الاخر كيقولها بالتركية كتجي حنينة كتقول كتقال بالدارجة واش كرا كتحس بها كتحس بها مابقاتش كتبكي مابقاتش مؤثرة بزاف واش كرا. أسامة قال لك لا ما يمكنش تنهضر مع انستغرام ونشوفو شي حل. ناري بنت غبية أنا بعدا كنقول نطلعو ثلاثة في اللايف. أسامة إلا مليش مشي جيهان أجي أسامة طلعت أنا ما كرهتوش يطلع نتفرج فيه شوية. أنا بغيت نمشي مش بغيت أنا غنهبط أنا نهبط من نهبط من اللايف كيفاش كنهبط من اللايف بما أنهم كيقولوا طلعني لايف ولا غنطلع من هنا
شوفوا غا قبلوا علينا حنا والله ما كنفهموا في اللايف وهادشي. انا توحشتكم ودرت اللايف باش نسلم عليكم وتوحش جيهان، قلت في بلاصه ما نعيط لها ابيل فيديو نشو نهضروا قدامكم زعما على طبيعتنا وصافي. شوفي انا نهبط من اللايف، انا مصره بانهم كيهبطوا، انا نهبط من اللايف وطلعي اسامه نتفرج فيكم شويه. اسامه باقي هنا انا يمشي اسامه يمشي يتفرج في الشكا تفرج قال لك وبكيت ماشي شي بكيه، قال لك غير تنخصصت. عجبتني عجبني التدقيق ديالك اسامه، مزيان تنخصص، ولكن الا تنخصصتي دابا غادي تبكي في الحلقات الجايه، هذا كنوعدك بانك تبكي في الحلقات الجايه، حيت المسلسل يبقى غادي وكي كيتعقد كيتعقد كيتعقد، ديما بكا شي بكا من بعد. اسامه هل انت هنا؟ طلع نتفرجوا فيك. انا متاكده ان سلسله ناجحه ان شاء الله. يا ربي يا ربي، عرفتي خدمنا عليها بزاف ديال الحب يا ربي. عرفتي مني كتحسي ب انا كنعرف نجاح، لا كنعرف نجاح الحاجه غير من لافيش. يا ربي ان شاء الله الهلا يحشمنا يا ربي. مي بعدا الفيدباك ديال الحلقه الاولى جو سوي تري ساتيسفي، الحمد لله الله فرحت بزاف من الفيدباك ديال الناس، الاصداء زوينه بزاف. يا ربي يبقى بحال هكا المسلسل كامل يا ربي ان شاء الله الهلا يحشمنا. انا ديك اسامه بالي بالي مشى يعجن هرب اسامه ياك مشى يعجن قلت لك ولا كتشوف شي طياء في شي اكله جديده. نقول لكم واحد واحد اللعيبه، انا مطلقش لي لايف كنبقى نبلز. قولي باغابوغ لو بيرسوناج اللي لعبه انا في سلامات ابو البنات ديال توريا عنده واحد عنده واحد القضيه وقضيه سلاش قصه بشكل قاصحه شويه، نخليكم تكتشفوها. ما قلت والو ياك سلمى، ما قلت شي حاجه صافي، ما قلت حاجه صافي اسكتي، ما قلت شي حاجه، ما فرشت حتى شي حاجه، ولكن هي يتبعوا تبعوا كل بيرسوناج بوحدو، حيت كل بيرسوناج عنده واحد القصه ابار وعنده واحد العقده اون فادير ابار. نحبسك ولا نخليك مازال كملي؟ صافي حسين الله يحبك عافاك حسين، راني غيطلع لينا هشام، هشام غيطلع لينا من هنا يقول لنا واحد صيف ما كاينش ثلاثه، انا نخرج لك هذوك كو حبسي وحبسي واش تري. يا ربي شوفي ابارك الله مشى يصاوب كيكا ولا ما شنو مشى يصاوب. انا قلت لك مشى يصاوب شي كيكا ولا موفقة هذه تجي انا افتخر بك. لمياء لمياء معايا في لا تروب ديال مسرح المغرب، غرو بيزو لمياء شكرا بزاف. عرفت شحال كنت باغا نجي نتفرج. ما كتبش ما كتبش كتبش وحبسنا والله الا كنت باغا نجي. منين نرجعوا ان شاء الله، منين يدوز هادشي كامل اون فا روبوندغ ان شاء الله، واجي اجي اختي ان شاء الله. اجي اختي ان شاء الله. هذيك الساعه نديرو سواغي بيجام. شوفي هاد سواغي بيجاما غنبقاو تنديروها، نديرو سواغي بيجاما ماسكات ونختارو شي فيلم تيكبرياني بنت. تخيلي تخيلي نبقاو تيكبرياني بيجاما تيكبرياني سعيد نديروها فوالا. جيمي معاك نديرو معاك سواغي بيجاما. لا لا وا اونتخي هذيك شوفي شوفي ولا يكبر ونبقاو حنا كنقولو في التليفون بالله راه خاصنا نديرو سواغي بيجاما، يقول لك صافي ديرو سواغي بيجاما انا كبرت كبرت. الله نطلعو شوفي من هنا ل 21 عام نديرو هاد اللايف نعاودو وسيري تنعسي سيري تنعسي ان شاء الله غنديرو. غنمشي صيفط صيفط ليا سميتو الفيلم ندخل نتفرج مثلا نقضي شي شغال ونتفرج. سامخش بوسه الصبار صبحي على خير وتصبحوا على خير كاملين وحبيبه ديالي تهلاو في راسكم. شكرا للناس كاملين اللي تبعوا اللايف. نقول لكم تصبحوا على خير وتوحشتكم، قلت ندير هاد اللايف باش نسلم عليكم باش نهضر لكم بيان سور على الجديد، سواء الجينيريك اللي نزل اليوم على قناه يوتيوب راح حطيتو لكم اللينك حطيتو لكم في البايو و
وإن شاء الله نتمنى أنه يكون نال إعجابكم، وكذلك تسناونا في سلسلة زهر الباتول على القناة الثانية اللي أنا كنجسد فيها شخصية الباتول، وإن شاء الله نكون خفاف ظراف على قلوبكم. وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وقبل ما نحبس اللايف نبغي نقول لكم بقاو في ديوركم، بقاو في ديوركم، بقاو في ديوركم، حفاظا على سلامتكم وعلى سلامة أحبابكم والديكم وليداتكم خوتكم، ف سلامة بلادكم اهم حاجة. كنبغيكم بزاف وتصبحوا على خير. فنوية نيس ناس وانا غنمشي نتفرج من الناس. يلا تصبحوا على خير.